تعالوا عندي هنا بس، انا عايزكم تيجوا لغايه هنا وانزلك من عليه هنا ونقف نتكلم هنا. طيب يلا انا همسك بقى. طب مال هنبدا من اول هنا. يلا يا عبد الله عشان نخلص بقى في الليله دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. امسك بقى. يلا يا عبد الله. يلا يا حجاج. يلا حركه كفارس هندي حركه. يلا ايه ده. الله 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 استنى بس بس يا ريدي. لا 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 استاذ مش هينفع كده. اوف لحظه واحده لحظه واحده لا حد يخش يشح. احنا خايفين على السيسي. لا خفين. لا يا استاذ مش هينفع. ايه خايفين على السيسي؟ اتفضل بيقول لي والله العظيم ده ايه. تعالى بيقول لك خايفين على السيسي. لا السيسي على الاساس انه صغير. سيسي ايه يا حجاج انا اتكسرت انا دخت والله. والله العظيم اول رحمه امي. طب بعدين هاتوه هنا في النص. لا مش هنا. اشرح لنا مستر فايز. اسكولتاري اتوتو سولا جرافيكا كوي. طيب اتوتو كويلو. دي واحدة بقى مش فاهم. مش فاهم الأول. لحظة واحدة تاني بس. قول أول يا مستر فايز. طب طب أنت فاهم يا حجاج؟ أنا مش فاهم. طب قول كده. اسكولتاري كويلو. اسكولتاري دي يعني إيه؟ سولا جرافيكا كوي. طب مفيش مترجم؟ انا عبد الله. حد يجي مع عبد الله يمسكه من هنا. هركب تاني. لا دراع كسر. ما تخافش يا عبد الله والله العظيم. حد هيبقى ماسكك من الناحيه دي. انا لو جالي بيها تاني ما حجاج هيمسكه. لا ده حجاج سابني رحت واقع. سبت ايه؟ انا سبته من ايدي غصب عنك. هتعمل ايه؟ يلا يلا اركب على طول. يلا انا هعتبر لو مش يا استاذ ما تخافش. ابقى انزل على طول. لا لا والله العظيم هتكسر كده. هعتبر ده الفيل. الفيل ماشي. يلا. على فكره مرهق جدا جدا وبيتعبني جدا. انا اذا كنت انا اللي بركب اوعى يا حاج. لا يا عم مش هركب. ايه يا ابني استنى بقى يا ابني. ايه واقف امك. طب لفوا عندي هنا يا استاذ. حاضر معلش انا اسف. يلا خلصونا بقى. انا اسف اسف. اقف بقى اقف بقى. اوعى يا حاج. لا امسكوا يا حاج. ما هو انا ثواني يا عبد الله. سلام. لو جري تاني يا استاذ بعد اذنك. طيب ماشي. بس كده. لا لا يخرب بيت امك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ايه ده ايه ده ايه ده. لا ده بيخرجنا عن شعورنا. ايه ده. طب وبعدين يا استاذ مش هينفع الحلقه كده. احفظ يا عبد الله. لا لا اعمل له. استنى يا ابني احفظ له. اهو اهو تاني. تاني ده لما يقف. طيب عايز امشيه بقى. طيب اركب بقى كده. ايوه توكل على الله. استنى اتوكل على الله. استنى بقى. انزل بيه انزل. يا عم انت هتكسر رجلي النهارده. انا مش لا 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 مش هينفع. لا لا ما ينفعش خلاص. ما ينفعش والله. تخيل ان الحصان واقف. كان الحصان راك واقف. هتركب وحجاجه هيمشي جنبك. وخد هات الناي. حاضر. مش سريع. 5 4 3 1 حركه. ثلاثة ثلاث صفرات بتوعه عشان ايه. ماشي 5 4 3 1 حركه. ما هو مش موجود على اساس ان انت خدتها ركور صورك وهو بتصفر. طيب ماشي حركه. اتبعني يا دوم لعلنا نستطيع ان نحصل على الجوهرة قبل طلوع النهار. في جملة ليك. ايوه لحظة واحدة لحظة واحدة. انا ادبتبت برجلي وانا المفروض بس لا المشكلة في ايه؟ ان انا هنا انا راكب فيل مش حصان. احنا بنعمل دلوقتي اللي هو حصان. اللي هو كده يعني. طيب الحصان ده اتغير فيل عند الاستاذ. ايوه اتبعني يا دوم لعلنا نستطيع ان نحصل على الجوهره
قبل طلوع النهار. الله، سوف أتبعك، سوف أتبعك يا كندهار لكي نجد الجوهرة، وأنا معك. هذا عشمي فيك. نخرج كده. طب واضح ان انا مش عارف اوصل لكم اللي انا عايزه، بس هي عشان حاجه واحده بس. ايه هي؟ حته الكرومه والاستاذه. انا انتوا ما لكوش دعوه بده يا جماعه، انا مسؤول. انتوا مالكم بده؟ يعني الرئيس عايز تقنعني ان عبد الله دلوقتي هتصور على فيل؟ ما هو يا جماعه ده شغلتنا بقى، امال احنا جايبين دافعين له فلوس على ايه؟ طيب ما هو ما الكرومه كده يا جماعه. على فكره الراجل ده بياخد باله من تعبيرات وشنا، صح يا استاذ؟ صح. طبعا ممكن يأثر على شغلنا بقى. لا يا استاذ، لا يا استاذ، انا هشتغل. احنا فاهمين يا استاذ. جود بلاي. انتوا بتطلعوا هنا كأنكم بتتسلقوا. احنا الاثنين بتتسلقوا الجبل. ونازلين هنا. هنا اهو. ايوه. بتدوروا يمين وشمال على الجوهره. بتدور هنا وبتدور هنا لغايه لما بتلاقوها الناحيه دي يا عبد الله. وانت اما بتلاقيها النهايه لقينا الجوهره. يلا يا عبد الله، يلا نفس الحركه. حاضر حاضر، نفس الحركه. تعال يا حجاج. حفره جامده جدا. اول مره الاقي حجاج مش فاهم حاجه. انا مش فاهم. عايز حضرتك بس دقيقه واحده. شغل إيه؟ كروما دلوقتي عندي. مؤاخذه يا ريس، في حاجه؟ لا لا، بس عايز استاذ عبد الله دقيقه واحده مع حضرتك. مع حضرتك دقيقه واحده. دقيقه. طب كلمه دقيقتين. دقيقه واحده. نص دقيقه. حالا يا ريس، حالا. بص يا ريس، بعد اذنك عندي مشكله في قبض حجاج، وبس هستاذن حضرتك في 5000 جنيه حساب. ايه انت ده وقته؟ لحظه بس. ده وقت في الكلام؟ هو قافش وقاعد بعت لي الواد المساعد بتاعه عامل لي مشكله. ده وقت الوقت انا بستاذن حضرتك، انا بستاذن حضرتك قبل الشغل. انا بكلمك دلوقتي، ده وقت تيجي تكلمني فيه. 5000 جنيه. 5 بس يا ريس. لا مفيش الكلام. قول لحضرتك على حاجه، قول لحضرتك. ما اعرفش ما تكلمنيش. طب ما تخافش. طب ما تعصبنيش دلوقتي. طب قول لحضرتك، قول. بعد اذنك يا استاذ. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ مش الله يكرم. انا مش هتكلم في حاجه بس. في ايه؟ مش وقت ده كلام في الحاجات دي. في ايه يا عبد الله؟ ايه ده؟ لسه خلصنا حاجه؟ ايه الكلام ده؟ الكلام اللي انت بتقوله ده مفيش. ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ايه القرف ده؟ في ايه؟ انا مش عارف يا استاذ. ايه ده؟ انا عمري ما شفت واحد يدخل وفي وسط برنامج كده، في وسط الشغل، في وسط الشغل يتكلم في حاجات يا ريس بلاش لازم اتكلم فيها دلوقتي ابدا. يا ريس امان. وشكرا يا استاذ. شكرا. ملحوظ ان شاء الله. بالظبط زي ما انا قايل. لا مفيش. لا مفيش. لا خمسة. لا انت حر بقى. انا بكمل بس عشان الاستاذ محمد النور ما اقدرش اقول له لا في اي حاجه. في ايه بس؟ ما انت مش فاهمني. خلاص يا استاذ. انت مش مفهمني حاجه. بعدين يا استاذ.